يستعدوا بلغات واحد المستوى متقدم للإعداد وتتهيئ باش تضرب مواقع حساسة في المصالح الأمنية وشخصيات مدنية وعسكرية. فبالتالي من بعد إشعار النيابة العامة وتحت إشراف السيد المدير العام قمنا بواحد التدخل البارح اللي تم إلقاء القبض على هاد الأشخاص في كل مدينة تمارا وفي مدينة تيفالت ومدينة الصخيرات ومدينة ديال طنجة. وأثناء الإيقاف ديالهم والتفتيش تبين على أنهم كانوا يتحوزون على مواد تدخل في صنع المتفجرات من نوعين، يعني سواء طنجرة العبوة الناسفة أو جيليات، وهذا هو ما يثير انتباه في هذا التفكيك ديال الداخلية، وأنها كانت تستعد للقيام بعمليات انتحارية على غرار ما وقع في مدينة الدار البيضاء في 16 ماي وفي شهر في 2007. فهذه هي الخطورة ديال هاد الخلية اللي الأمير ديالها كيف ما كتعرفوا له تاريخ طويل في الجريمة، لأنه يعني كان يعني ينشط في الجريمة في عملية السرقة بواسطة الأسلحة البيضاء. حتى في التدخل ديالهم لاحظتوا على أن كانت مقاومة من طرفهم، وبالتالي كان وقع كاع واحد حنا وراء، رغم أننا كانوا اللي تير دو فورماسيون ديالنا اللي كيخول لهن القانون باش هاد الأشخاص يمتثلوا الأوامر ديال رجال الأمن، ولكن هم حاولوا باش يقاوموا. فكان واحد تدخل في مدينة تيفلت، هذاك الشخص يتشد في مدينة تيفلت وعلى إثرها تصاب واحد العنصر ديالنا في اليد ديالو، ولكن الإصابة الحمد لله أنها ليست بالغة، والسيد المدير العام يوليه عناية خاصة، وبالتالي راه يعني غادي يكون إن شاء الله يكون بخير.